السلام عليكم أيها الحضور الكريم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. يسر الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة في لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية أن ترحب بكم في أمسيتها الثقافية لهذه الليلة، والتي تقيمها بالتعاون مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. وشركة الغاز الطبيعي المسال مشهورة بمشاركاتها الثقافية في شهر رمضان المبارك. والمحاضرة بعنوان كنوز مدينة صور الأثرية يلغيها علينا الدكتور حمد بن محمد بن جويد الغيلاني. والدكتور حمد غني عن التعريف، فهو خبير بيئي وكاتب صحفي ومصور ومقدم برامج إذاعية ومهتم بالتاريخ البحري والتاريخ القديم، وله دراسات في هذا المجال وسوف تصدر على شكل كتب قريبا بإذن الله تعالى. فله كتاب قريبا باسم الفينيقيون في شبه الجزيرة العربية وحوض البحر المتوسط، وكتاب تاريخ مدينة صور العمانية القديم. سوف يأخذنا الدكتور حمد في جولة حول كنوز مدينة صور، فلنبحر معه على هذه السفينة الصورية. يشاركنا في هذا البث قناة الفنر للعلم والمعرفة وموقع صور سيتي. فلتفضل الدكتور حمد، مشكورا ماجورا لإلقاء محاضرته. تفضل دكتور حمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. مناسبة الشهر الفضيل، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. أشكر لجنة جنوب الشرقية على هذه الفرصة الطيبة المباركة، وأشكر الأستاذ طارق على هذا التقديم الجميل، وأشكر شركة الغاز على هذا الجهد المبارك وهذه المشاركة الطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الآن إن شاء الله بنبدأ يعني المحاضرة العرض الآن، ونعمل إن شاء الله من خلال الصور. إن شاء الله الموضوع اليوم بيركز على موضوعين رئيسيين موضوع العرض إن شاء الله. الموضوع الأول اللي هو بنشوف صور من تاريخ يعني آثار مدينة صور، يعني آثار كثيرة جدا ومتنوعة، وطبعا كل اللي بنعرض إن شاء الله بيكون نماذج من هذه الآثار. الموضوع الآخر واللي بيكون في الخلاصة إن شاء الله آخر 5 دقائق، بنتكلم فيه عن يعني ما يميز مدينة صور عن أي موقع آخر وعن أي مكان آخر في أي مكان، سواء على مستوى المنطقة أو على المستوى العالمي بالنسبة للآثار القديمة اللي تخص المناطق الساحلية. العناوين الرئيسية إن شاء الله اللي بنتكلم فيها، نبدأ أول بنبذة سريعة تاريخية، وبعدين بندخل في مواقع الاستيطان، يعني المواقع الرئيسية اللي كانت فيها آثار قديمة في ولاية صور، وأيضا عن المنشآت الحضارية اللي هي المقابر الركامية ومواقعها، وبعدين أيضا بنعمل نماذج من الآثار اللي وجدت في صور، سواء كان صيد الأسماك، الفخار، المبخرة اللي هي أقدم مبخرة وجدت في المنطقة، أقدم أبجدية عربية، والملاحة وصناعة السفن والصناعات الأخرى، والخلاصة والاستنتاجات اللي هي توضح قيمة مدينة صور التاريخية العريقة في المجال البحري وفي الآثار بشكل عام. الموضوعات اللي بنتكلم عنها طبعا لها علاقة بالتواريخ معينة، طبعا كل الكلام اللي بنتكلم عنه الآن ما قبل 2000 سنة، يعني ما قبل التاريخ العصور القديمة. فالعصور القديمة على أساس يعني نقدر نفصل فيها بشكل سريع، العصر الحجري القديم اللي بدأ من 2006، وطبعا العصر ولحد فترة قريبة لحد العصر يعني العصر الحجري الحديث. العصر الحجري الحديث بدأ من 8200 سنة قبل الميلاد إلى 4000 قبل الميلاد، هذا العصر الحجري. يسمى بعده بين العصر الحجري والعصر البرونزي العصر النحاسي اللي تقريبا استمر ما يقارب 1000 سنة، اللي هي في الألفية الرابعة قبل الميلاد. وبعدين العصر البرونزي بدأ من 3300 قبل الميلاد إلى 1200 قبل الميلاد، والعصر الحديدي 1200 إلى ما بعد الميلاد أيضا. فهذه العصور طبعا حسب يعني استخدامات الإنسان للمواد اللي كان يستخدمها. أما العصور اللي هي أقرب للجيولوجية تسمى عصر البليستوسين، اللي هو استمر فترة طويلة جدا من 2006 مع بداية العصر الحجري لحد 8000
و200 سنة قبل الميلاد اللي هي قبل العصر الحجري الحديث. أما الهولوسين بدأ 8200 قبل الميلاد العصر الحديدي. طبعا العصور اللي في عمان بشكل عام لها مسميات، يعني عمان طبعا عمان التاريخية القديمة اللي هي تضم مجان، تضم يعني دولة سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة. فالفترات اللي فيها اللي معروفة فترة حفيد اللي هي 3200 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد، فترة أم النار اللي هي اللي بعدها مباشرة تأتي 2700 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد، بعدها فترة وادي سوق اللي هي بعد 2000 بعد الميلاد إلى 1300، فترة لزق أيضا معنا من 1100 قبل الميلاد إلى 600 قبل الميلاد، وفترة سمت اللي هي العصر الحديدي. طبعا العصور أيضا في المنطقة بشكل عام اللي هي فترة العبيد اللي هي الألف الخامس والألف السادس قبل الميلاد، وفترة جمدة نصر اللي هي 3100 قبل الميلاد إلى 2700 أو 2900 قبل الميلاد. الآن خلاص بننطلق في الآثار اللي موجودة في صور، وبنبدأ بالآثار الأقدم على الإطلاق. أقدم أثر وجد في عمان أو أول مرة يكتشف أثر وجد في عمان، الأثر اللي هو وجد في ولاية صور اكتشف 1998. هذا أول مرة يكتشف يعني آثار قديمة من عصر البلستسين الأوسط، اللي هو هذا الأثر اللي هي الصخور اللي على اليمين تشاهدوها الآن اللي هي 780 ألف سنة إلى 130 ألف سنة، يعني فترة قديمة جدا جدا، وهذه موجودة في صور في منطقة الفليج. اكتشفت الآثار اللي بعدها اكتشفت أيضا بعد فترة اللي هي طبعا من 300 ألف سنة إلى 40 ألف سنة اللي هي أدوات حجرية من العصر الحجري القديم الأوسط، موجودة أيضا قرب رأس الجنز، وهذه في الصور اللي على اليسار. هذه الصور بشكل عام التوزيع يعني المستوطنات أو النشاط البشري خلال السنوات القديم العصور القديمة، فهذه من أقدم الصور يعني يعني التوزيع البشري. وتلاحظوا في المنطقة الساحلية اللي هي تمتد من رأس الجنز ورأس الحد والمناطق اللي بعدها اللي هي الخبة ورأس رويس وغيرها، فيها طبعا تواجد بشري من عصر الهولوسين الأعلى، اللي هو عصر الهولوسين الأعلى معناته 8200 قبل الميلاد. هذه الصور خارطة لتوزيع البشري أو الآثار اللي وجدت في المنطقة. الفترة اللي بعدها اللي هي تعود الألف السادس إلى الألف الرابع قبل الميلاد، تلاحظوا الآن في صورة الخارطة توزيع المواقع الأثرية، وطبعا في المنطقة اللي في شمال صور أو جنوب صور أو في صور منطقة فيها كثافة في المواقع الأثرية، في صور بالنفس في قلهات في طيوي في رأس الحد رأس الجنز، واللي بعدها المناطق اللي بعدها رويس سويح الخبة وغيرها، وحتى في جزيرة مصير أيضا مناطق من الألفية السادسة قبل الميلاد. تلاحظوا هنا في الصورة هذه الصور والمناطق القريبة منها بالذات قعلان، وهذه الصورة أيضا فيها كثافة لو تلاحظوا في التوزيع، يعني بدأت الكثافة في الكثافة السكانية، ما يطلق على مصطلح الكثافة السكانية في مدينة صور من الألفية الرابعة، لكن طبعا كانت صور مأهولة من الألفية السادسة قبل الميلاد. تلاحظوا الكثافة وأيضا تحت الألوان وحسب النوع يعني العصر اللي موجود فيه الصورة هذه، سواء كان عصر حفيد أو عصر أم النار أو العصر البرونزي مستوطنات اللون الأحمر اللي هي طبعا فيها كثافة أعلى اللي فيها مستوطنات أكبر. وهذه طبعا الفترة اللي جات بعد الألفين قبل الميلاد، هذه الفترة بدأ أعداد السكان والمستوطنات بدأت تقل على مستوى المنطقة بالكامل وعلى مستوى صور، إلا أن ما زال النشاط البشري موجود بشكل أقل. هذه نموذج أيضا الصور توضح الكثافة السكانية وتوزيع الآثار في يعني من صور إلى يعني المناطق، من صور هنا المناطق هذه كلها الحد رأس الحد ورأس الجنز، تشوفوا كثافة المواقع، وطبعا الفترات الزمنية مختلفة ما قبل التاريخ العصر البرونزي العصر الحديدي العصر الإسلامي وهكذا.
فهذه نماذج من الصور. أهم المواقع اللي موجودة وجدت فيها آثار كثيرة، طبعا بدأ يعني البحث عن الآثار في الصور من فترة طويلة، من السبعينات، من 77، لكن بدأت الدراسة منتظمة من 1981. أحد الباحثين الخبراء جاء إلى رأس الجنز بالصدفة ووجد آثار قديمة من الفخار من الهند. فبعدها على طول 1982 بدأ مشروع رأس الحد يسمى، والمشروع هذا استمرت فيه حملات كثيرة لحد 2000، أكثر من 12 حملة وأكثر من 200 موقع، كل موقع أكثر من 30 مكان تم اكتشافه. فهذا نموذج الصور، هذه رأس الحد، هذا مكان الإضاءة رأس الحد أو ما يسمى اللواح، وهذه المواقع العصر البرونزي العصر الإسلامي في الموقع هذا، هذه رأس الحجر وهذه المنطقة يعني من نواحي الإضاءة اللي موجودة أو المنارة، وهذه المواقع المختلفة، وأهمها طبعا HD6، هذا الموقع اللي موجود هنا من أقدم المواقع ومن أهم المواقع اللي وجدت فيه آثار. الآن نمر على المواقع الرئيسية وبعدين بنتكلم عن الآثار الموجودة. هذا الموقع اللي هو صورة يعني من أعلى، الموقع HD6 في رأس الحد، موقع مهم في آثار كثيرة بنتكلم عنها بعدين، وهذه الصورة يعني تصميم للموقع. هذا نفس الموقع أيضا، البيت من البيوت في رأس الحد، وهذه مواقع رأس الجنز. رأس الجنز منطقة غنية جدا جدا بالآثار، هذه المنطقة بالذات اللي في رأس الحد، وهذا الجبل اللي في النص في رأس الجنز، هذا الجبل اللي في النص في رأس الجنز، وهذا RG2، هذه المنطقة مهمة جدا لأن فيها آثار كثيرة، هذا فوق الجبل RG1، وهذه المنطقة اللي هي RG41 و40، هذه أقرب منطقة للهند وأبعد منطقة على الإطلاق، وهذه أقدم منطقة وجدت فيها الآثار. فكل هذه المواقع القريبة من رأس الجنز، تقريبا أكثر وجد أكثر من 200 موقع حول رأس الجنز فقط، يعني في من الآثار وفيه يعني الشيء الكثير طبعا. وطبعا الآثار، حتى الآثار رغم كثرته ورغم الدراسات كثيرة جدا اللي تمت، لكن هذا جزء يسير من هذه المنطقة، أهم المواقع مستوى العالمي في دراسة المناطق الساحلية. هذا موقع رأس الجنز، وهذا التلة اللي في الوسط اللي تسمى RJ1، واللي تحت التلة هذا المكان هو RJ2 اللي اكتشفت فيه كثير من الكنوز، من أهم المواقع على الإطلاق. أما هذه التلة اكتشف فيها أقدم أبجدية في يعني أول أبجدية لحد الآن تكتشف، أو يعني أقدم أبجدية على الإطلاق. وطبعاً المواقع كلها مهمة في المنطقة هذه اللي هي في رأس الجنز، وهذه مواقع أيضاً من رأس الجنز، وهذه RJ2 الموقع اللي تحت اللي أخذت منه يعني كثير من النماذج، وهذه صورة الموقع RJ2، يعني هذه صورة البيوت اللي في RJ2 بيت، والبيوت طبعاً مسمى بيت واحد بيت اثنين بيت ثلاثة. مثلاً هذا البيت اللي هنا لو كبرنا بناخذ هذا الموقع اللي هو بيت واحد وبيت اثنين، المباني المبنى الواحد والمبنى اثنين، وش وجد في هذا المبنى بالذات؟ مثلا وجد فخار منقوش عليه طاووس من الهند، وجد القار اللي هو يستخدم في صناعة السفن، وجد مشط من العاج في هذا المكان في هذه الغرفة، طبعا كل غرفة أيضا مرقمة، وجد أيضا الكحل اللي يستخدم للعيون وللزينة للنساء، وجد في هذا المكان. وطبعا بعدين بنتكلم عن تواريخ هذه الآثار. أيضا في منطقة اسمها العين قريبة من رأس الحد، بين رأس الحد وبين صور، أيضا وجدت فيها بعض الآثار المهمة، وهذه نماذج من الصور من منطقة العين، وهذه منطقة طيوي أيضا، منطقة ما قبل التاريخ هنا، هذا وادي شاب، وهذه الصورة في الثمانينات قبل الشارع، وهذه البيوت في طيوي قديما، وهذا الموقع اللي وجد فيه كثير من النحاس، من أهم المواقع المكتشفة للنحاس. طبعا منطقة صور بالكامل والمنطقة القريبة كلها لا يوجد فيها نحاس، لكن كان يقلب من مناطق بعيدة ويصنع، وكان من أجود يعني صناعات النحاس على الإطلاق اللي موجود في صور. هذه طبعا نماذج من الآثار الموجودة في صور اللي هي تسمى المقابر الركامية أو المنشآت الحضارية، وهذه معظمها في فترة حفيد،
اللي هي من 3200 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد، والآثار الموجودة في الصور وما حولها وجد أكثر من 3000، يعني صور غنية جدا والمنطقة حولها غنية جدا بالمقابر الركامية في عمان، أكثر من 100,000 من المقابر الركامية، معظمها 90% لفترة حفيد، كمية قليلة منها من 100 إلى 200 ممكن يكون لفترة أم النار، وصور حولها وفيها 3000، جنوب الشرقية فيها 10,000. هذا مثلا اللي في القيلة قدر عمره ب 2800 قبل الميلاد، هذا نوع من المقابر الركامية في القيلة. وطبعا في كبيكب الآن بنتكلم عن موضوع آخر اللي هو صيد الأسماك وتمليح الأسماك. وجد طبعا تمليح الأسماك وصيد الأسماك في صور وفي رأس الجنز بالذات من 5000 سنة قبل الميلاد. وإيش نوع السمك اللي كانت تصاد؟ تصاد سمكة معدود، طبعا معروفة سمكة معدود اللي هي نوع من التونة صفراء الزعنفة، وهذه طبعا خمس رؤوس وجدت آثار كثيرة طبعا من أسماك التونة اللي كانت تصاد من 5000 سنة وتملح وتجفف أيضا وتصدر لداخل السلطنة وخارجها. وهذا الكلام تم من يعني 5000 سنة، ولكن هذه الآثار اللي موجودة في الصورة لها 2200 سنة قبل الميلاد، أي أكثر من 4000 سنة. وهذه المواقع اللي كانت تجفف فيها الأسماك وتملح وتدخن أيضا في صور، ومواقع كلها من رأس الجنز اللي نشاهدها من عصور مختلفة. من النماذج الأثرية اللي موجودة في الصور صناعة الصنارات. صناعة الصنارات أيضا من 6000 سنة قبل الميلاد بدأ الناس يصنعوا من الأصداف، هذه صنارات من الأصداف بدأت صناعتها من 6000 قبل الميلاد. ولو تلاحظوا صورة الصنارة هذه تستخدم فقط لصيد التونة، وفي غاية الحرفية من الصناعة وفي غاية الجودة، يعني صناعة من الأصداف لكن شوفوا الجودة وشوفوا الطريقة. الآن طبعا الصنارات اللي تصنع الآن بأحدث الطرق بنفس الشكل هذا بالضبط، أما هذه الصنارات أيضا صنعت في صور فراس الحد، وهذه فراس الحد. هذه الصنارات صنعت من النحاس وبدأت من يعني نهاية الألفية الرابعة في عمان. النحاس أيضا اكتشف 3400 قبل الميلاد، والنحاس اللي موجود في صور في هذه الفترة نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، وهذا اللي هو الصنارات اللي وجدت في صور مصنوعة من النحاس لها أكثر من 3000 سنة. هذا فخار، الحين طبعا بنتكلم عن الفخار. الفخار هذا فخار مستورد من الهند ل 2500 قبل الميلاد، وأنواع كثيرة من الفخار وجدت في رأس الحد وفي رأس الجنز، وهذا نموذج من الفخار المرسوم عليه طاووس في رأس الجنز. هذا فخار موجود في المتحف الوطني في نيودلهي، وجد مشابه له أيضا فراس الجنز، وهذا الفخار اللي كان ينقل فيه في السفن اللي كانت تذهب بخط مباشر، وبدأ الخط المباشر من صور رأس الجنز ورأس الحد إلى جوزرات بالهند من 2500 قبل الميلاد، وهو أول خط يعتبر مباشر، أو كما نظن إن أول خط مباشر للسفن الدولية اللي عابر المحيطات من صور إلى الهند. أنواع من الفخار، هذا فخار محلي، نماذج من الفخار المحلي اللي وجدت في صور، وهذا أيضا نماذج من الفخار اللي موجود في صور ومواقع أخرى من عمان، وأيضا نموذج هنا من رأس الجنز. هنا نموذج من الفخار مستورد، فخار هندي ل 2000 إلى 1700 قبل الميلاد في فترة وادي سوق. فخار بحريني اللي على اليمين، هذا فخار بحريني وجد في منطقة الغليلة، اللي هي طبعا منطقة الغليلة معروفة منطقة أثرية، وبعدين عمل فيها يعني شركة الغاز، وهي فيها آثار، وهذا اسم الغليلة أيضا موجود في شمال مجان، ومواقع أثرية مهمة، وموجود أيضا في لبنان نفس الاسم، وموجود منطقة أثرية مهمة لكن في لبنان ينطق بالقاف وفي صور ينطق بالغين. هذه أيضا أوعية تسمى الكلورايت، صناعة محلية في رأس الجنز، أيضا في الألفية الثالثة تقريبا قبل الميلاد، تسمى
الحجر الصابوني أو الكلورايت، هذا فخار مستورد من السند، وأول فخار يكتشف عام 1981 اللي هو عن طريقه بدأ مشروع رأس الحد المشترك، واللي استمر لسنوات طويلة، حملات أكثر من 12 حملة لحد 2000 ولحد 2000، واستمرت طبعا بعد الحد فترة قريبة الأبحاث والدراسات. هذه أنواع من الفخار اللي وجدت في صور في رأس الجنز 1300 قبل الميلاد وفي الألفية الثالثة قبل الميلاد اللي على اليسار. صنارات النحاس أيضا طبعا في نهاية الألفية الرابعة بدأت صناعة النحاس، ووجدت نماذج كثيرة في صور، وطبعا يعني أكثر النماذج اللي هي جودة وإتقان هي اللي موجودة في صور. 2300 قبل الميلاد، 2000 إلى 200 هذا نحاس، قطع من النحاس. طبعا كمية النحاس اللي وجدت في صور كمية كبيرة جدا، أكثر من 3000 قطعة نحاس، يعني تعتبر يمكن حتى من ناحية الكم بالإضافة للكيفية أكبر كمية يمكن توجد في أي مكان آخر، رغم أنها طبعا تستورد. هذه أنواع من الأقراط من عدة مواقع، ومن بينها مواقع وادي شاب في طيوي. فأس برونزي الألفية الثالثة رأس الكنز. الأصداف هي طبعا قلنا من الألفية الثالثة والألفية الخامسة بدأت تصنع من الأصداف، يعني أنواع من الحلي بالإضافة إلى الصنارات. أنواع من القواقع وجدت في مواقع كثيرة في العراق وفي الشام، وهذه طبعا أنواع القواقع هي ما موجودة في الأصل إلا في منطقة القريبة من سواحل صور وراس الجنز، ويعتقد أن هذه القواقع اللي وجدت في العراق والشام أصلها من صور. هذه الصورة 2600-2500 قبل الميلاد. أقراط قديمة أيضا، خواتم صنعت أيضا من الأصداف 3000 قبل الميلاد. الكحل من 5000 إلى 4000 سنة قبل الميلاد صنع في صور، وهذه صور نماذج منه من 2300 قبل الميلاد في الصورة، وجد في رأس الجنز موقع RJ2. هذه المبخرة طبعا أقدم مبخرة وجدت في الجزيرة العربية، وجدت في صور في رأس الجنز، وهي طبعا دليل على بداية النشاط البحري المرتبط بظفار وباللبان، وجد حتى في المبخرة اللبان، وهذه المبخرة لها 2200، تعتبر أقدم مبخرة في الجزيرة العربية. الأختام من حيث الكم ومن حيث الكيف، يعني أكبر كمية أختام وجدت في المنطقة وفي عمان وجدت في رأس الحد، تقريبا 70% من عدد الأختام اللي موجودة في السلطنة وجدت في رأس الحد، من 20 ختم يمكن يكون 12 أو أكثر وجدت في رأس الحد ورأس الجنز. وهذه الأختام فيها عدة صور، أي طبعا أختام مستوردة من الهند، وهذه نماذج من الأختام اللي وجدت من صور في صور، وهذا أيضا نوع من الأختام وجدت في طيوي لكن فترة متأخرة 300 قبل الميلاد إلى 793 ميلادية. هذه أهم الأختام على الإطلاق، لو تلاحظوا هذا ختم وهذا ختم، الختم هذا في حرف يتكرر وفي حرف يتكرر هنا اللي هو حرف H. طبعا بدأت بعدين كل اللغات وكل الكتابات اللي بعد الكتابة هذه بدأت تتخذ نفس الحروف، حتى الكتابة اللاتينية والإنجليزية وغيرها من هذه من أصل هذه الحروف، وأقدم حروف اكتشفت هي الحروف اللي اكتشفت أمامكم الآن، اكتشفت في رأس الجنز اللي هي من 2200 قبل الميلاد، بينما الحروف الأبجدية العربية القديمة اللي اكتشفت في اليمن وغيرها من المناطق أقدم مكتشف لها 1000 سنة قبل الميلاد فقط، أقدم مكتشف للحروف الأبجدية العربية الفينيقية 1500 قبل الميلاد في فينيقيا في جوبيل وغيرها. صور طبعا العمانية هي الأقدم على الإطلاق. هذه بالنسبة للكميات أيضا من القار مع حزم من القصب ومع حزم، طبعا كانت السفن تصنع من القار، القار كله طبعا مستورد من العراق كان، وقطع القصب يعني كانت محلية وبعضها ممكن يكون مستورد لحد 2500 تقريبا قبل الميلاد، بعدين بدلت القصب بالخشب، ووجدت أكبر كمية من القصب والخشب وقطع القار اللي تتعدى تقريبا 300 قطعة
من القار، وهي طبعا تعتبر كمية كبيرة جدا. من خلالها بدأ الباحثين والخبراء والمتخصصين في مجال السفن القديمة إنهم يتعرفوا على شكل سفينة مجان القديمة من خلال الآثار الكثيرة جدا اللي وجدت في رأس الكنز ورأس الحد. هذه نماذج من الخشب اللي عثر عليه في رأس الحد من فترات قديمة 2200 قبل الميلاد وغيره. هذا النموذج اللي عثر عليه، وهذا النموذج اللي عمل بعدها تقليد له. وهذه سفينة مجان القديمة اللي من خلال الأبحاث والدراسات اللي تمت في رأس الجينز ورأس الحد قدروا الباحثين إنهم يتخيلوا شكل السفينة بالضبط، طولها، وزنها، نوع السارية. السارية اللي فيها طبعا طويلة ليست بالعريضة، السفينة مرتفعة من الأمام، مرتفعة من الخلف، الطول، العرض، عدد الركاب وغيرها من التفاصيل العديدة جدا لهذه السفينة. الصخور أو الثقالات أو الغطاسات اللي تستخدم في الشباك أيضا قديمة جدا، ممكن الألفية الخامسة الألفية الرابعة. وجد نوعين من الثقالات كانت أنواع تستخدم للشباك الثابتة، طبعا الشباك من أيضا من آلاف السنين وجد أنها تستخدم في صور. وأيضا وجد أنهم يستخدموا المقدفة اللي هي شبكة الغل اللي تغل أيضا لها تقريبا ثلاث يعني 4000 5000 6000 سنة من الآن تستخدم في صور. أيضا وجد في صور قلائد من اللؤلؤ من الألفية الثالثة قبل الميلاد، يعني كنوز من الآثار وجدت في صور. هذه لؤلؤتان من موقع رأس الجنز الألفية الثالثة، آثار خرزات من الذهب، يعني قلائد من الذهب وجدت في صور من الألفية الثالثة قبل الميلاد. الألفية الثالثة قبل الميلاد معناته 5000 سنة من الآن. قلائد من العقيق في صور وجدت الألفية الثالثة قبل الميلاد، قلائد من الخرز، الحجر الصابوني، كلورايت، أيضا وجدت فصور. آلات موسيقية قديمة جدا ممكن من الألفية الخامسة قبل الميلاد، ومن أقدم الآلات الموسيقية اللي وجدت في رأس الحد وفي الخبة أيضا قريبة من صور. مشط من العاج مستورد من الهند 2400 قبل الميلاد، كنوز مهمة جدا جدا وجميلة جدا، تدل على مدى التقدم والرفاهية والحضارة الكبيرة اللي كانت موجودة في صور. حجر السماقي يعود للحضارة المصرية قديم جدا الألفية الثالثة قبل الميلاد، ويدل على الترابط الحضاري بين مدينة صور التاريخية العريقة، مجان القديمة، وحضارة والحضارة الفرعونية منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد. آثار للبشر، يعني جماجم بشر وجدت في عدة مواقع في وادي شاف، رأس الجنز، صور مثلا هنا 28 جمجمة وجدت، هذه أيضا مدفن في وادي شاب. هذا طبعا مختصر للآثار المهمة جدا اللي وجدت في صور. الآن بنتكلم باختصار إن شاء الله خلال 5 دقائق عن خلاصة هذه الآثار. صور تعتبر منطقة استيطان منذ الألف السادس قبل الميلاد، وتعد هذه المنطقة من أهم المواقع الفريدة لدراسة تاريخ العلاقة الإنسان بالمحيط. يعني اعتبروا هذه المنطقة العلماء من أهم المواقع الفريدة لدراسة تاريخ علاقة الإنسان بالمحيط. لماذا؟ لأن لها فترة طويلة جدا من الألف السادس لحد العصر الحديدي، يعني 4000-5000 سنة، وكمية الآثار ونوعية الآثار الموجودة فيها. صور أيضا كانت مأهولة، يعني منطقة مأهولة منذ الألف السادس قبل الميلاد، وهذا كله موثق في الأبحاث والدراسات اللي تمت عن صور. وهي صور أدلة أن يعني الناس كان في نشاط مكثف في صور منذ عصر الهولوسين الباكر، يعني من 8200 سنة قبل الميلاد. متى بدأت الكثافة السكانية في صور؟ كما أن التنمية والكثافة السكانية قد ظهرت في صور منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد. الألفية الرابعة قبل الميلاد أصبحت صور فيها كثافة سكانية. الصنارات والصدف من الألفية الخامسة والرابعة قبل الميلاد، من الأصداف وجدت. وأيضا النحاس اللي موجود في صور منذ نهاية الألفية الرابعة، لكن أيضا نوعية النحاس كما يقول الباحثون هو أعلى النحاس جودة مقارنة بأي موقع آخر في عمان،
كما أنه يدل على مدى الرفاهية والتقدم الذي يعيشه سكان هذه المنطقة في منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد. من يقول هذا الكلام؟ كلوزيو أوتوزي، من أكبر العلماء على الإطلاق اللي درسوا المنطقة خلال أكثر من 30 سنة. ليست يعني منطقة رأس الجينز بل عمان بالكامل والجزيرة العربية وعدة بلدان في العالم، وأيضا درسوا وعملوا كتاب اسمه في ظلال الأسلاف، من أهم الكتب اللي يعني يلخص تاريخ عمان القديم. تعد الأختام اللي موجودة في رأس الجينز أقدم أختام أثر عليها في الجزيرة العربية، وجلبت من الهند، كما أن يعني الحروف الأبجدية اللي وجدت في رأس الجينز هي أقدم أحرف الأبجدية تم اكتشافها في الجزيرة العربية. طبعا اكتشاف الشظايا اللي هي القار صناعة السفن هو اللي عطى يعني فكرة للعالم عن نوعية سفينة مجان وتفاصيل هذه السفينة من كل الجوانب. وطبعا اقترحوا العلماء الكبار اللي هم كلوزيو وتوزي بعد دراسات معمقة للمنطقة، اقترحوا أن تضم منطقة رأس الجينز إلى المواقع الهامة مواقع التراث العالمي في اليونسكو. منذ الاقتراح هذا طبعا قبل 2000 مقدم، وأيضا احنا نتكلم عن المحار ويصنع من الأصداف وغيرها، هذه من الألفية السادسة والخامسة قبل الميلاد. بالنسبة للكحل يعني يصنع من الألف الخامس قبل الميلاد. المبخرة اللي وجدت في صور هي أقدم مبخرة في الجزيرة العربية. طبعا الآثار اللي موجودة في المنطقة يعني فصول تدل على أن المنطقة خلال فترة وجيزة جدا انتقلت تلك المنطقة خلال بضع مئات من السنين من العصر الحجري المتأخر إلى أكثر المجتمعات تقدما في ذلك العصر. هذا طبعا ترجمة لكتاب كلوزيو وتوزي 2002، بحث نشرت مجلة الدراسات العمانية، أن إلى أكثر المجتمعات تقدما في ذلك العصر. وأيضا بالنسبة لمعدات الصيد وطرق الصيد وسفن وغيرها أيضا، ومقارنة مواقع الخليج العربي لوحظ أن الأدوات الموجودة في مواقع بحر العرب اللي هي رأس الحد، رأس الجينز، الخبة، السويح، رويس وغيرها من المواقع، منصور وجعلان، مختلفة تماما وأكثر تطورا عن أي مواقع أخرى في المنطقة. شكرا جزيلا لكم على الاستماع، بارك الله فيكم، وإن شاء الله كانت يعني رحلتنا السريعة في التراث والآثار الصورية يعني خفيفة عليكم في هذه الأيام المباركة الطيبة. بارك الله فيكم، أشكركم على حسن الاستماع. شكرا دكتور حمد، جزاك الله خير، بحرت بنا سريعا يعني إن شاء الله ما طولنا في الوقت. والله كنت سريع جدا يا دكتور يعني بغينا الموضوع يكون خفيف. لا والله الموضوع كان مثري وممتع يعني، حتى الأسئلة والمشاركات كلها يعني تثني على الموضوع، لكن العرض كان جدا سريع ما شاء الله عليك. عندي بعض الأسئلة هني بعرضها عليك. الأزهر الغنوبي يقول: ما هي المؤلفات والمراجع التي يمكن الرجوع إليها للحصول على معلومات أكثر حول هذه الأثريات التي يوجد في مدينة صور؟ يعني هل في مراجع أو كتب عديدة؟ نعم، هو طبعا المراجع كتاب كلوزيو وتوزي اللي هو عمان في ظلال الأسلاف، أجمل كتاب يتكلم عن مجان بشكل عام يعني. أما الكتب اللي تتكلم عن صور فإن شاء الله الآن في 3 كتب يعني في طور الطباعة، منها كتاب تاريخ صور القديم أنا عامل لنا إن شاء الله، وبيجي بعد رمضان إن شاء الله بيوصل، وكتاب الفينيقيون في شبه الجزيرة العربية وفي حوض البحر المتوسط دراسة مقارنة، أيضا هذا الكتاب لي، وإن شاء الله أيضا بيكون متوفر بعد رمضان بإذن الله تعالى. والكتاب الثالث أيضا الملاحة البحرية القديمة في مجان وشبه الجزيرة العربية، وهذا أيضا جاهز إن شاء الله بيكون بعد رمضان أيضا متوفر في المكتبة في عمان بإذن الله تعالى. وهذه يعني مراجع أعتبرها مهمة جدا بالنسبة لدراسة التاريخ القديم وخاصة التاريخ الملاحي. أما كتاب كلوزي وتوزي في ظلال الأسلاف فهو بحث شامل
والكتب اللي موجودة أو الدراسات اللي عملت مجلة الدراسات العمانية أيضا مهمة، ومن بينها البحث اللي قام بكلوزي وتوزي أيضا في 2000 في 2000، والخاص يعني المكثف الخاص الموقع RJ2 اللي هو موقع رأس الجنز 2. في سؤال آخر من عتيق المخيني، يعني يسأل هل يمكن مشاهدة هذه الآثار إن محتفظ بها؟ يعني هل في متحف معين لمشاهدته؟ هل موجود في المتحف الوطني مثلا، أم فقط هذه الصور هي نعم، هي يعني؟ طبعا الآثار الصور هذه ممكن الواحد يشوفها في الكتب موجودة، يعني في كتب معظم الصور أنا أخذتها من الكتب هذه، كتاب في ظلال الأسلاف، معظم اللي عرضت اليوم كتاب في ظلال الأسلاف أو بحث كلوزيو توزي اللي هو عن رأس الجنز 2 2000، وطبعا أبحاث أخرى ودراسات أخرى أيضا أخذنا منها بعض الصور، لكن هذه الآثار كلها موجودة في وزارة التراث، وفي كتاب اسمه المقتنيات الأثرية لوزارة التراث والسياحة، هذا الكتاب أيضا فيه معظم الصور اللي عرضتها اليوم، وأيضا هي الصور يعني الآثار نفسها اللي يريد يشاهدها ممكن يذهب إلى وزارة التراث ويشاهدها، لأني ذهبت أيضا إلى المتحف الوطني، وأتمنى أن هذه الآثار تكون موجودة في المتحف الوطني، لكني لم أشاهدها، يمكن ما انتبهت لها ويمكن ما تكون موجودة، وأتمنى أن هذه الآثار قيمتها المهمة جدا أتمنى أن تنقل من وزارة التراث إلى المتحف الوطني. في سؤال آخر من عبد الله البلوشي، ما هي الآلية المنتهجة يعني لتحديد عمر هذه الآثار؟ طبعا معظم الباحثين يستخدموا كربون 14، يعني هم يحددوا عمر يكون دقيق يعني بنسبة كبيرة لغاية 50 سنة أو 100 سنة، كربون 14 ممكن يحددوا فيه يعني يعني عمر المكان أو عمر يعني المادة الأثرية، في بعضها ما يتم عن طريق مباشر تحديد المادة، ولكن عن طريق الموقع نفسه والآثار اللي موجودة، يعني مثلا RJ2 معظم الآثار اللي فيه تكون بعد الألفية الثالثة من بدأ يعني نهاية يعني بداية الألفية الثالثة إلى نهاية الألفية الثالثة، فخلال هذه 2000 سنة فهم ممكن من خلال معرفة الآثار القريبة من الموقع ممكن يتعرفوا على عمر الأثر نفسه. في سؤال دكتور نسألك إياه، يعني الملاحظ إن الآثار كلها تقريبا في منطقة رأس الحد ورأس الجنز أو في طيوي، يعني في صور المدينة الحالية طبعا أطراف في الغليلة مثلا أو في رأس الحد في رأس الجنز، لكن في المدينة بنفسها هل في آثار حصر على آثار قديمة؟ نعم، هو طبعا المدينة نفسها يعني ما في آثار إلا في مناطق قريبة منها مثل شياع مثل بلاد وغيره، الآثار اللي وجدت فيها هي عبارة عن أقرب للمقابر الركامية منشآت أثرية، طبعا بعض الباحثين عملوا بحث في المناطق هذه فلم يجدوا، طبعا نعرف إحنا عام 1500 لكن ما محدد السنة بالضبط حصل زلزال في صور وكثير من الآثار ضاعت، يعني ممكن تكون تهدمت، الآثار اللي اكتشفت في صور معظمها اكتشفت في رأس الجنز ورأس الحد، لماذا؟ لأن كانت العاصمة التجارية في تلك الفترة يعني من 6000 سنة قبل الميلاد لحد القرن الـ13 الميلادي العاصمة الرئيسية اللي فيها النشاط التجاري البحري الملاحي على مستوى المنطقة هي رأس الجنز ورأس الحد، بعد القرن الـ13 الميلادي انتقل الثقل التاريخي لمدينة صور إلى قلهات اللي هي مملكة هرمز، فاستمرت من الألف الألفي يعني القرن الـ13 الميلادي إلى القرن يعني الـ16 الميلادي، وطبعا الآثار الموجودة في قلهات آثار كثيرة جدا لكن كلها آثار أقرب للآثار الإسلامية، إحنا ما يعني الآن موضوعنا كله الآثار اللي قبل 2000 سنة وفوق، يعني طبعا آثار الموجودة في القلهات آثار كثيرة لكن كلها آثار إسلامية، وأيضا في آثار موجودة في طيوي لكن آثار قريبة. مواقع في طيوي، الموقع اللي في طيوي في وادي شاب موقع قديم، موقع مهم جدا يقدر عمره بالألفية الرابعة قبل الميلاد، وجدت فيه كميات كبيرة جدا من النحاس، يعتبر من أهم مواقع صناعة النحاس. صور طبعا بدأ النشاط في صور 1600 تقريبا،
وبدأ النشاط التجاري والملاحي 1600 في صور. وطبعا من وصول يعني ابن بطوط لصور عام القرن الرابع عشر الميلادي وجد انها سماها قرية كبيرة، بمعنى انه موجود كانت صور وفيها نشاط ايضا، لكن طبعا كانت قلهات هي العاصمة الكبيرة اللي فيها نشاط، يعني على مستوى مثل ما وصف ماركو بولو، اللي هي طبعا الوصف اللي وصفت فيه قلهات في تلك الفترة يعني تعتبر من أعظم المدن الإسلامية، وكما وصفت في من قبله صحار في بداية الإسلام، وفي يعني في بداية الألفية الميلادية هي أعظم مدينة إسلامية. ومعنى أعظم مدينة إسلامية معناته أعظم مدينة في العالم، لأن في تلك الفترة الإسلام والمسلمين كانوا هم الأعظم في العالم كله. دكتور، ذكرت ان في اثار للنحاس في طيوي. مصدر هذا النحاس، ذكرت ان ايضا منطقه صور ومناطق المحيطه بها ما موجود فيها نحاس نهائيا. مصدر هو النحاس طبعا اين يجلب؟ كل النحاس، نعم هو كل النحاس اللي موجود مستورد من مناطق داخلية. طبعا معروف النحاس أكثر موجود في مناطق حفيد، في مناطق صحار، يعني في الباطنة، ممكن يكون في الداخلية، ممكن يكون في الظاهرة، كلها من مواقع بعيدة. لكن طبعا كان في خط بري وخط بحري لجلب النحاس، لكن اللي ميز مدينة صور سواء كان رأس الكنس أو رأس الحد أو طيوي اللي هو نوعية التصنيع، كانوا يجيدوا التصنيع بشكل جميل جدا، يصنعوا من الصنارات، يصنعوا من الحلي وغيره، فهذا اللي ميز صور. لكن كان النحاس يجلب من مواقع بعيدة، لأن عارفين الجيولوجيين أن صور لم يكن يعني ما زالت يعني غير موجود فيها النحاس. طيب دكتور، تحدثت عن العلاقات بين يعني عمان قديما والحضارات المجاورة، هل في أدلة أكثر على هذه العلاقات التجارية؟ يعني ذكرت أن الخط المباشر تقريبا أول خط مباشر بين صور والهند أو بين رأس الجذ والهند. نعم هو بالنسبة نعم هو بالنسبة للعلاقات الخارجية، عمان أقدم أثر وجد في رأس الحمرة في مسقط من 3400 قبل الميلاد، وجد إناء أصل فارسي من عيلام، ووجد داخل الإناء قار، وأصل القار من بلاد الرافدين. هذه أول مكتشف الآثار مستوردة. بعد ذلك وجدت آثار كثيرة في الألفية الثالثة، نهاية يعني الألفية الرابعة قبل الميلاد، في صور وراس الحيد ومواقع كثيرة من عمان. فبدأت العلاقات بشكل عام. طبعا الملاحة والحركة النشاط الملاحي داخل الخليج العربي من الألفية الخامسة بادي، يعني السفن تتحرك من الألفية السادسة الألفية الخامسة قبل الميلاد، في وجود قار، وجود قوارب، وجود آثار في منطقة السيح في ظهران في السعودية، منطقة الصبية في الكويت، مناطق أم النار مثلا، الموقع أم النار اللي هو يقدم عمره 2700 إلى 2000 قبل الميلاد، القار اللي موجود فيه في هذه الفترة وجد أيضا قار. فالعلاقات اللي موجودة عمان مع المناطق الأخرى وخاصة في الكتابات اللي موجودة في السومرية ظهرت في الألفية الثالثة ومنتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، لكن ذكر النحاس قبل ذلك، لكن النحاس ذكر عن طريق دلمون، كانت تذكر كلمة دلمون، لأن كانت دلمون هي الواسطة في نقل النحاس العماني في الألفية الرابعة وبداية الألفية الثالثة قبل الميلاد. أما بعد ذلك فعمان أو مجان ذكرت كثيرا، وذكرت أيضا بأن سفنها كبيرة ومميزة وقوية، وأيضا كانوا المجانيين كانوا يصنعون السفن في يعني كانوا يعني عمال مهرة من العمانيين المجانيين يذهبون إلى بلاد الرافدين ويصنعون السفن المجانية المتميزة في بلاد الرافدين منذ 2500 قبل الميلاد. طيب يا دكتور، طبعا تقريبا لا يوجد أسئلة كثيرة دكتور حمد، معظم الأسئلة طرحناها. نأكد على محاور المحاضرة اللي هي تعريف المواقع الاستيطانية في المنطقة، تعريف المقابر الركامية والمنشآت الحضارية، أهم الآثار المحصورات التي عثر عليها في صور،
وأهم المستكشفات المحليا وعالميا في مدينة صور. طبعا نشكر الدكتور حمد في ختام هذا اللقاء، ونشكر أيضا الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على دعمها، كما نشكر أيضا قناة الفنر للعلم والمعرفة وموقع صور سيتي على مشاركتهم في هذه المحاضرة. جزاكم الله خير، وشكرا لكم على حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أستاذ طارق، بارك الله فيك وجزاك الله خير على التقديم والخاتمة. ونشكر أيضا اللجنة، لجنة جنوب الشرقية، نشكر شركة الغاز، نشكر الفنار، ونشكر أيضا يوتيوب المعتصم الغيلاني. نشكر كل من بذل جهد في نقل هذا المحاضرة الطيبة. نشكر كل الأعزاء، الأخوة، الأصدقاء اللي شاركونا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى بإذن الله تعالى. أنا سعيد يعني في هذا اليوم بوجودي معكم، وإن شاء الله بكون أسعد لأي تواصل في أي وقت. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. آمين. جزاك الله خير يا دكتور. السلام عليكم.